والبداية مع منتخبنا الوطني، وبيعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن اجتماعا جديدا مع رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة لمناقشة خطة معسكر المنتخب المقبل. كابتن حسام حسن بيسعى طبعا مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب ليبدأ يوم 13 مارس المقبل. كان في جلسة جمعت الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب مع رابطة الأندية لبدء معسكر منتخب مصر يوم 16 مارس، لكن الكابتن حسام حسن بيسعى ان المعسكر يكون بيبدأ يوم 13 لتحقيق اقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، وبتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.